اهلا وسهلا، كديرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف خير وصحه جيده كيف العاده. جيت بغيت نتقاسم معكم واحد الطابله اللي بلديه 100%، الا وهي الرفيسه المغربيه اللي بزاف ديال الناس تعرفوها وتتبان ليا انا. وحنا في هذا الحجر الصحي فيها بزاف ديال الفوائد وفيها بزاف ديال المنافع، ودابا اجي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخدمها. كما تتشوفوا معايا هنا تنوريكم المقادير اللي غادي نستعمل في هذه الرفيسة، اللي عندي فيها دقيق الفينو والدقيق البيض، وعندي فيها الخميرة، وعندي فيها شوية ديال السكر، واحد الكنور ديال البنة ديال الزعفران. وهنا كما تتشوفوا معايا عندي هنايا زلافة ونص ديال الدقيق الصفر ولا الفينو ولا لاسومول اكسترا فان، وعندي هنايا نص زلافة ديال الدقيق الابيض ولا الفورس ولا لافاغين. ومن بعد غادي نخلطهم مزيان حتى يتجانسوا ليا هاد العناصر ديال الدقيق. غنزيد عليهم واحد نص عصقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، عندي نص عشقة ديال السنيدة ولا السكر الخشن. ومن بعد غادي نزيد عليهم واحد الضامه ديال البنه ديال الزعفران وشويه ديال الملحه، والماء كما غتلاحظوا معايا في الاخر على حسب الخليط ديال الدقيق ديالنا، لان كاين الدقيق اللي تيشرب الماء وكاين الدقيق اللي تيبغي تعطيه الماء بزاف. المهم الماء تيبقى على حسب نتومايا الدقيق اللي مستعملين. كما تتشوفوا معايا درت الخليط ديالي ديال الدقيق في العجانه، والماء تيبقى على حساب نوعيه الدقيق اللي نتوما مستعملين، وتتخليوه محسب واحد 3 دقائق حتى 4 دقائق تيتجمع لينا داك الخليط ديال الدقيق مزيان. ودابا كما تتشوفوا معايا غادي نتقاسم معكم الطريقه ديال المرق ديالنا اللي تتكون. كما تلاحظوا معايا عندي هنايا دجاج، والدجاج تيبقى على حساب الامكانيه ديال كل واحد، تقدر ديري دجاج كامل، تقدر ديري مورسو، على حساب كل واحد. عندي هنا حساب 5 ديال البصلات، عندي البزار، عندي هنايا شويه ديال الخرقوم، عندي الزيت، والزيت حتى هي تتبقى على حساب كل واحد كيفاش بغاها. عندي هنا يحسب 3 ريوز ديال التومة والملحة كما تتشوفوا معايا. ودابا غدا ناخد داك الزيت، غدا نزيدها على داك الدجاج اللي انا كنت مقطعه مرصوات صغار. من بعد غناخد ديك البصلة ونقطعها حتى هي عليهم كما غتشوفوا معايا في الصورة. كما تتشوفوا معايا هنا خليت الدجاج ديالي مع البصله والربيع اللي درت واحد 5 دقائق يتشحروا شويه.
انا كما غتشوفوا معايا غادي نزيد على داك المرقه ديالتي شويه ديال العدس وشويه ديال الحلبه ونخليهم يعاودوا يتحروا بعضياتهم حسب واحد جوج دقائق ثلاثه دقائق كاع تقريبا. ومن بعد غادي نزيد عليهم الماء طايب ونسد ونخليه يطيب واحد حساب ربع ساعه غير بالماء طاب ليا الدجاج. كما تشوفوا معايا انا زدت واحد حساب واحد البصله بالنسبه للبصله اللي زدت انا راه تتبقى اختياريه، انا تتعجبني البصله في هاد الرفيزه، اللي ما بغاش يزيدها ما يزيدهاش كما قلت لكم غير انا تتعجبني. كما تلاحظوا معايا من بعد ما ارتحت لي العجينه تاعتي غادي نخدمها واحد شويه باش ندخل فيها ديك الضامه ديال الزعفران. وغير واحد هنا واحد النصيحه بغيت نقولها، هذه بالتجربه تاعتي الضامه ديال الزعفران تتعطي واحد المذاق لهاد المسمن. زعما ما نقولش لكم انا دابا فين ما تنبغي ندير هاد الرفيسه ضروري تنهرس فيها ولا تنحك فيها هاد الضامه ديال البنه، وتنتمنى اللي جربها يخليها لي في التعاليق. وهذا الشكل النهائي ديال المسمن ديالي اللي تقسمت معكم الطريقه ديالته. وهنايا غادي نجي نسقي
الرفيسه ديالي، ونتمنىها تعجبكم بالاخص للمبتدئات اللي ما تعرفوش شنو هي الرفيسه المغربيه. وهذا هو الطبق النهائي ديالي، نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش بالتعليق ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو المجيد.